بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، فالإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، والهداية للدين نعمة عظيمة، أن يهتدي الإنسان للإسلام، إذ بهذه النعمة يكون الإنسان غالياً في الملأ الأعلى، ويكون الإنسان حقق غاية وجوده ومقصود وجوده. فبالإسلام يحقق الإنسان العبودية لله عز وجل التي لأجلها خلق، ولأجلها سخر الله عز وجل له ما في السماوات والأرض، وهذه نعمة عظيمة تستحق من المؤمن المسلم أن يشكر ربه عز وجل عليها، فهي منة من الله، فالله عز وجل هو الذي يمتن على عباده أن هداهم للإيمان، ومن نعم الله عز وجل أن يبلغ الإنسان مواسم الطاعات والخيرات، وأن يبلغ الإنسان الأماكن المباركة، وما من شك أن أشرف الأماكن وأعظمها منزلة عند الله ومكانة عند الله هذا البلد الحرام وهذا البيت المبارك، البيت العتيق، البيت الأول الذي وضع لعبادة الله عز وجل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وما ذكر الله عز وجل في كتابه مكانا واختصه بخصائص وميزه بميز وأعطاه مثل ما أعطى واختص وميز هذا البيت الحرام وهذا البلد الحرام، ونجد ذلك كله في كتاب ربنا سبحانه حين نقرأ القرآن. فليس في الدنيا
مكان وصف بأنه هدى للعالمين إلا هذا البيت. فقال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فجعل البيت في مصافي الكتاب الكريم والنبي الأمين عليه الصلاة والسلام، من حيث أن كل منهما طريق للهدى، والهدى ذكره الله عز وجل في كتابه هدى التوفيق، وهذا خاص به جل جلاله: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا النوع من الهدى نفي عن كل أحد، حتى الأنبياء، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ربه: ليس عليك هداهم. والمقصود هنا هداية التوفيق التي هي إلزام قلب العبد قبول الحق، فهذا ليس إلا لله عز وجل. أما النوع الثاني من الهدى الذي هو هدى البيان والتوفيق والدلالة والإرشاد، فالله سبحانه وتعالى ذكر له أصول ثلاثة ذكرها في كتابه: أولها وأسها القرآن الكريم، كلام رب العالمين، كلام رب الأرباب، الكتاب الذي رسالته هداية الناس. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن هدى والقرآن يهدي. وأما ثاني الأصول التي ربط بها هداية الناس فالأنبياء، وفي حقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في أمره وشأنه في هذا الخصوص: وإنك أي يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن هدى ويهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي. أما ثالث هذه الأصول فهو هذا البيت العتيق، وهي الآية التي تلوتها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذه ثلاثية ربطت بها هداية الناس: هداية علم ومعرفة ومنهج وأساسه الكتاب، وهداية تطبيق ودلالة وإرشاد وأساسها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، وهداية ارتبطت بالمكان وهي هداية هذا البيت العتيق. فهذا البيت، ومن ما ذكر الله أيضا عن هذا البيت ومن الخصائص الفريدة لهذا البيت التي تفرد بها أيضا مثل الهدى، خصيصة المثابة، والتي نجدها ونحن نقرأ القرآن مبتدئين من سورة الفاتحة. أول خصيصة ذكرت لهذا البيت هي خصيصة المثابة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والمثابة يقال للشيء مثابة، وهو المكان الذي يرجع إليه الإنسان بعد أن صدر عنه، يكون المكان مثابة عندما تأتي للمكان
وثم ترحل عنه ثم تعود إليه، فعندما تصدر عن المكان وترجع إليه فيكون المكان مثابة، فهذا البيت مثابة، فالقلوب تفد إليه والأجساد تفد إليه، فهو مثابة لهم لا يقضون منه وطرا. فالعبد المؤمن يشتاق لزيارة بيت ربه، والعبد المؤمن يحرص أن يؤدي مناسك حجه وعمرته، فلذلك يجتهد في الأصول إلى هذا البيت، وما أن يأتي ويؤدي ذلك العمل ويعود إلى أهله، ما أن يعود إلا ويتجدد الشوق إلى هذا المكان مرة أخرى، وتتجدد النية والعزيمة بأن يكرم بالعود إلى هذا البيت، فالبيت مثابة للناس. والبيت قبلة، فالقلوب تفد إليه من كل مكان حين تتوجه إليه للصلاة، فهو قبلة. والبيت هو البيت المبارك الذي باركه الله عز وجل، باركه الله حيث هو المكان الذي العبادة فيه أطول من أي مكان آخر، فالعباد فيه ليلا ونهارا، لا تنقطع العبادة فيه لا في الليل ولا في النهار. هو المكان الذي ارتبط بقاء الدين مع بقائه، فما دامت الكعبة باقية فالدين باقي، وإذا ذهبت الكعبة فلا إسلام على وجه الأرض. المكان الذي ارتبط بوجوده أهل الإسلام، فسيبقى هذا البلد بلد إسلام وأهله أهل إسلام إلى يوم القيامة، فهو البيت المبارك. البيت المبارك حيث مضاعفة الحسنات، ويضاعف فيه أجر العمل على طريقة لا تكون لإنجاز ذلك العمل في أي مكان آخر. فاتفق العلماء على أن العمل الصالح بمكة أفضل من غيرها، ولا خلاف بينهم في ذلك، وكذلك أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في كل مكان سواه. واتفقوا على أن الأجور مضاعفة في سائر الأعمال، فهذه من البركة التي جعلها الله عز وجل في بيته، وجعل البيت قياما للناس، وهي أيضا خصيصة فريدة لهذا البيت العتيق، ما جعلت لغيره. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والله هو الحي القيوم، وجعل من معالم معنى القيومية وتجلياتها مما أظهره الله عز وجل ما أظهره في أمر هذا البيت، فجعله قيام. والقيام الذي ربط بالبيت بمجموع أقوال علماء التفسير أنه قيام الدين، فما دامت الكعبة باقية فالدين باقي، وإذا ذهبت الكعبة فلا إسلام على ظهر الأرض.
ومن القيام الذي ربط بالبيت قيام الحياة واستمرارها، فالحياة باقية للناس كلهم ما دامت الكعبة باقية، فإذا سقط بناء الكعبة قامت القيامة. وصمام أمالي بقاء الكعبة بقاء العباد، بقاء الحجاج، بقاء المصلين، وأداء هذا النسك العظيم الذي هو الحج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن هذا الارتباط بين الحج وبقاء البيت، قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فلو ترك الناس حج هذا البيت سنة واحدة لقامت عليهم القيامة، سنة واحدة لو ترك الحج من الناس كلهم لقامت الساعة. ولذلك قال ابن عباس: لو أن الناس تركوا الحج سنة واحدة لأطبقت السماوات على الأرض. فلم يتوقف الحج منذ الخليل إبراهيم عليه السلام وإلى عامنا هذا ولا سنة واحدة، ولا سنة واحدة، لا في جاهلية ولا إسلام. وهذا معنى من معاني القيام التي ربطت بالبيت الحرام الكعبة شرفها الله أداء هذا النسك. ومن القيام الذي ربط بالبيت رفع العقوبات الكبرى عن أهل الإسلام، فإن ذلك مرتبط بتعظيمهم للبيت وقيامهم بحق هذا البيت من العبادة والتعظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسنه الحافظ ابن حجر، يخبر عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمة وأنه لن تنزل بها هذه العقوبات ما داموا معظمين لحرمة هذا البيت الحرام. فقال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة، فإذا ضيعوها هلكوا. إذا ضيعت حرمة هذا البيت هلكت الأمة. وعلى قدر التفريط في ذلك يكون المصاب والألم في الأمة. فهذا ميزان ربط بهذا البيت أحوال أهل الإسلام. فهذه خصيصة لم تذكر لمكان آخر، وإنما خص بها هذا البيت، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فالبيت قيام. وكذلك هو البيت الحرام، والحرام ورد في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة، وجلها ربط بالمسجد الحرام. والتحريم بمعنى المنع، والمنع في الحرام إما لأجل خبث الشيء كتحريم الخمر والزنا، فهو تحريم للشيء لأجل قبحه، ولكن هناك تحريم آخر، تحريم لأجل عظمة الشيء، فيكون ممنوع لأجل عظمته وعلو مكانته وقدسيته وجلاله،
وهذا ربط بالبيت العتيق. فالبيت هو البيت الحرام، والمسجد هو المسجد الحرام، والبلد هو البلد الحرام، والشهر هو الشهر الحرام، والمشعر هو المشعر الحرام. فهنا لفظ الحرام لأجل التعظيم والإجلال والتقديس والمكانة التي أساسها ما جعل الله عز وجل لهذا البيت. هذا التحريم كان منذ اللحظة الأولى لوجود هذا الكون كله. فعندما وجد هذا الكون وأراد الله خلقه، فكانت بداية خلق هذا الكون من هذه البقعة المباركة. صح عن ابن عباس قوله: إن الله دحى من تحت مكة الأرض كلها، فهي أول ما خلق. والأرض خلقت قبل السماوات بنص القرآن، والله حرمها يوم خلقت السماوات والأرض، فلم يمضي عليها في قدر الله يوم واحد مفارقة لهذا الحكم الإلهي التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وقال الله في كتابه: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. فنظام هذه البلدة التحريم، المنع، وأن الذي حكم بذلك هو الله، وأن ذلك يوم خلق الله السماوات والأرض، فهي بلد حرام. فظهرت مكة للوجود بثلاث أمور. ظهرت مكة للوجود مسمى منذ أن خلقت، وظهرت مكة للوجود معلومة الحدود، فهي البلد الذي لم يضع حدوده بشر ويحددها بشر، وإنما الذي وضع حدودها رب البشر خالق الكون الله جل جلاله، فهي بلد محرم، وحدودها بوحي من الله هو الذي وضع حدودها ومعالمها. وأن الذي نفذ ذلك على واقع الأمر خليل رب العالمين، والتقى سيد أهل السماء بإمام أهل الأرض، فأمين أهل السماء ينقل تلك المعالم بوحي من الله، وخليل رب العالمين في الأرض يضع الأنصاب بيده لتتحدد معالم هذه الأرض الحرام. وهل في الدنيا بلد كهذا البلد في هذا الأمر؟ فظهرت معلومة الحدود، وبقي هذا الأمر إلى يومنا هذا. ثم ظهرت بنظامها أيضا العظيم وهو التحريم. فإذا ظهرت مسمى معلومة الحدود، أيضا معلومة النظام الذي هو التحريم، الإجلال والتقديس لها، فهي بلد طاعة وبلد عبادة وبلد نسك وبلد البيت الحرام. هذا شيء من خبر مكة في القرآن العظيم، من خبرها في كتاب الله، ارتباطها
بالخليلين. فالأنبياء كثر والرسل كثر، وأن أفضل الأنبياء والرسل خليل رب العالمين إبراهيم وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أفضل الأنبياء والرسل. والقرآن ربط بين البيت العتيق وبين الخليلين، وارتبط البيت بخليل الله إبراهيم بناء، ورفع قواعد وأداء مناسك وتطهير وتعليم وعبادة ودعوات صالحات مباركات. نجد هذا الارتباط واضح بين الخليل إبراهيم وبين بيت رب العالمين. فما ذكرت قصة بناء البيت وأمر البيت إلا وتجد مع ذلك ذكر الخليل إبراهيم عليه السلام. هذا الارتباط الذي لا ينفك بين البيت وبين الخليل إبراهيم نجده كلما قرأنا هذا القرآن العظيم. والمناسك من العجيب ومن الأمور التي تنبه لها العلماء، ومنهم الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة كما ذكر ابن رشد، حين يشير الإمام مالك إلى أن الشعائر التعبدية أركان الإسلام العظام، أن الشعائر التعبدية الصلاة والصيام والزكاة فقد ذكرت في القرآن وذكر الحج، ولكن ما الفرق بين هذه الشعائر حين ذكرت في القرآن؟ فإننا نجد أن الصلاة والصيام والزكاة ذكرت في القرآن على صفة الإجمال، وجاء البيان لها في السنة النبوية المطهرة بخلاف الحج، بخلاف الحج، فنجد جاء ذكره على وجه التفصيل، فكانت ميزة وخصيصة لهذه الشعيرة التعبدية التي ارتبطت بهذا البيت. فذكر الحج وذكرت من أماكنه عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، وذكرت مزدلفة بالمشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وذكرت مكة وذكرت الكعبة وذكر الصفا وذكر المروة، ذكرت هذه الأماكن في القرآن مرتبطة بالمناسك. ذكرت أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، وذكرت أيام في الحج أيام منى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وذكر الهدي وأحكامه، وذكر الإحصار وأحكامه، وذكر الإحرام، وذكر صيد المحرم، وذكر نكاح المحرم، وأمور تفصيلية كثيرة في الحج جاءت بكلام رب العالمين في القرآن العظيم. ليس هناك شعيرة تعبدية أخذت جانب التفصيل في الكتاب كما أخذه شعيرة الحج، وهذه كما قلت لفتة عظيمة من الإمام مالك رحمة الله عليه حينما وجد هذه المفارقة بين هذه الشعائر العظام من حيث ورود ذكرها في القرآن
وكيف ذكرت في القرآن العظيم، بل نجد أنها هي الشعيرة الوحيدة التي ذكرت لها سورة باسمها في القرآن، فهناك سورة الحج. إذن هذا له دلالته، وأن هذه الشعيرة تؤدى عليه اليوم حين نؤديها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون قد أديناها كما أداها الخليلان عليهما السلام، خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجه ما أكثر ما كان يردد ويعلم ويشير لأصحابه أن يعملوا أعمال، لأن في تلك الأعمال تأسيا بالخليل إبراهيم عليه السلام، فهو الذي بعث أبو هريرة وغيره يوم عرفة على أن يأمر الناس بأن يبقوا على صعيد عرفات على أماكنهم حتى تغرب الشمس، والتعليل هكذا فعل إبراهيم. وعندما يخرج من منى عليه الصلاة والسلام، وكان من عادة قريش أن قريش لا تفارق الحل، لا تخرج إلى عرفة، تخرج من منى إلى حد الحرم ثم تقف، ويخرج بقية الحجاج إلى عرفة وتبقى قريش، وظنوا أنه سيفعل مثل فعلهم لأنه من قريش، لكنه خرج إلى الحل إلى عرفة وقال هكذا فعل إبراهيم. إذن هذا التعليم، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ويجدد أمر المناسك على طريقة الخليل إبراهيم عليه السلام، هذا الارتباط العظيم له دلالته. وارتباط البيت بإبراهيم عظيم، كيف لا يكون ذلك؟ وأبقى الله آية في هذا المكان تربط هذه الأمة بالخليل إبراهيم، وهو هذا المقام، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فذكر المقام باسمه منسوبا إلى الخليل إبراهيم في كتاب رب العالمين، وليس في الدنيا شيء من الآيات المادية المحسوسة المعجزة التي ارتبطت بالأنبياء إلا ما هو موجود هنا، وهو هذا المقام الذي فيه أثر أقدام الخليل إبراهيم عليه السلام. وشرع للناس أن يصلوا خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذا أمر البيت، وهذه مكانة الوصول إلى هذا البيت لأداء هذا النسك العظيم الذي هو الحج. فالحجاج صمام أمان للبيت، والبيت صمام أمان للدنيا بأكملها، وصمام أمان لبقاء الدين. لا ينبغي للحاج وهو يؤدي هذا النسك وأكرمه الله به أن ينسى هذه المعاني العظيمة. لذلك ونحن في أيام المناسك نقف مع الآيات الكريمات التي تحدثت عن البيت وعن شعيرة الحج في سورة الحج، وقد جاء
ذكر ذلك في هذه السورة الكريمة وكذلك في عدة سور، لكن على وجه التفصيل المقارب في سورة الحج جاء ذلك أيضا في سورة البقرة، وهذا من أوسع ما ذكر عن شعيرة الحج في هاتين السورتين، في سورة الحج وفي سورة البقرة. والذي جاء في سورة الحج جاء مبتدئا بالحديث عن واقع البيت وواقع الناس إبان البعثة النبوية والحال التي كان عليها الناس حول البيت وما أحدثه الناس في الجاهلية من التغيير والتبديل عند بيت التوحيد، عند البيت الأول الذي وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل، كيف كان حال الناس إبان البعثة، ليظهر أي أثر لتلك الدعوة المباركة المحمدية التي كانت من عند هذا البيت، كيف كان البيت ثم بعد ذلك كيف عاد إلى ما كان عليه أيام خليل الله إبراهيم عليه السلام. فابتدأت الآيات بذكر شيء من ذلك الواقع، وذكرت ثلاثة أمور عظيمة حدثت من الناس في تلك الفترة، فكانت الآية الأولى التي هي مبتدأ الحديث عن ذكر الحج وعن هذه العبادة العظيمة المتعلقة بهذا المكان المقدس، لأنه لا حج إلا إلى مكة، البلد الوحيد في الدنيا الذي تقام على أرضه أركان الإسلام الخمسة هي مكة شرفها الله، فالمسلم يصلي فيها، والمسلم يصوم فيها، والمسلم يزكي فيها، والمسلم يحج فيها. فإذا فارقها بمقدار شبر واحد لن يستطيع أن يؤدي إلا ثلاثة أركان من تلك الأركان الأربعة. هذه مكة شرفها الله وبلده الحرام التي اختصت بهذه الخصيصة، فالأركان كلها تؤدى على ثراها وظهرها مجتمع، وأما غيرها فتؤدى الأركان سوى ركن الحج، فهو المنسك هذا البلد ولا يؤدى في غيره. فابتدأت إذن الآيات بذكر ذلك الواقع المؤلم الذي كان والذي وصلت إليه الجاهلية، بقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ثلاث أعمال صدرت منهم تخالف الملة الإبراهيمية، تخالف غاية وضع البيت العتيق في هذا المكان. فالأمر الأول الكفر بالله في بلد التوحيد والإيمان بالله، في البلد الذي أراد الله جل جلاله أن يبنى هذا البيت ليعبد الله وحده سبحانه، وإذا بأولئك القوم استبدلوا الإيمان بالكفر، فاستبدلوا الكفر بالإيمان فكفروا، فالله عز وجل يخبر عنهم وابتدأ به لأنه أساس الأعمال السيئة،
فأخبر عن ذلك: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ليس أنهم كفروا واكتفوا، بل عندما ابتدأت الدعوة النبوية المحمدية فإن موقفهم كان كفر منهم ثم صد للناس أن يدخلوا في الإيمان. إذن ضال ومضل، وليس فقط سلك طريق الضلال بل سعى في إضلال غيره، وأن يكون قاطع طريق للإنسان الذي يريد الوصول إلى الحق، فكانوا قطاع طرق للحق يصدون. وجاء بالفعل المضارع على أن ذلك لم يكن منهم مرة، بل كان هذا شأنهم وديدنهم، يصدون عن سبيل الله طريق الله. وما قال عن رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، وإنك على صراط مستقيم سبيل الله، فلذلك كانوا يصدون عن سبيل الله. وكان من فعلهم أيضا، وذلك فعلوه، لأن من العلماء من يذكر أن الآية نزلت في أمر قصة الحديبية، حيث منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه من المؤمنين أن يأتوا ويقصدوا بيت الله لأداء العمرة، ففعلوا ذلك الفعل القبيح ويصدون عن سبيل الله، فصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبتلك الأفعال الثلاث، وهي تخبر عن واقع كان في ذلك الزمان، ابتدأت الآيات لكي يكون بعد ذلك القرآن تتتابع آياته، تتتابع آياته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام، وتأتي بعد ذلك الآيات وتبين تحقق هذا الأمر والوعد: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وعد من الله عز وجل. ثم تأتي في المائدة الإخبار بهذا الدخول الآمن لهذا البيت العتيق. فالآية إذن ابتدأت بذكر تلك الأعمال التي كانت حول البيت من كفار قريش، ثم يبين شناعة ما فعلوا، وكيف البيان لشناعة ما فعلوا؟ أن ما فعلوا مخالف لأمر الله الأزلي الذي كان مرتبط بوجود هذا البيت ولم يتغير في زمن، وهو أن الله حكم بأن هذا البلد سواء للمؤمنين في العبادة فيه وتعظيمه وأداء المناسك على أرضه، وأن هذا حكم الله جل جلاله. فقال: الذي جعلناه للناس سواء، ولن تجد حكما بالسواء في القرآن إلا في هذا الأمر، سواء. فلذلك هذا المكان تؤدى فيه هذه العبادة لكل مؤمن ولكل مسلم، سواء العاكف أي المقيم، والباد أي الوافد،
فيؤدي هذا النسك على أرضه. ومن العلماء من قال سواء، أي أمر احترام هذه الحرمة وتعظيم هذا البيت، فهو لازم للمقيم والوافد. فالمقيم مأمور بأن يعظم حرمة البيت وقدسيته، والوافد كذلك، وأنه لا ينبغي لا للمقيم ولا للوافد أن ينتهك حرمة البيت وقدسية الحرم، وأن ذلك عظيم عند الله عز وجل. إذن لبيان الشناعة لفعلهم، أولا يربطه بأنه خالف حكما أزليا من الله عز وجل مرتبط بهذا المكان، وأن الناس في إنجاز هذه العبادة بشرط الإيمان والإسلام فهم سواء. ثم يبين أمرا آخر لشناعة الخطأ والذنب والمعصية والإجرام الذي يحدث من الإنسان في هذا المكان، حين يبين أن فعل ذلك الأمر هنا عظيم، لا أنه يفعل بل بمجرد أن الإنسان ينويه وأن الإنسان يريده. فإذا كان مجرد إرادة فعل الذنب عظيم عند الله ويعاقب عليه صاحب الإرادة والهم بالذنب العظيم، فكيف بالفاعل؟ ولتقريب هذا الأمر يا إخوة، تنبهوا، الإنسان إذا أراد أن يفعل المعصية فارتباط ذلك بالحرم على ثلاثة أحوال: إما إنسان خارج البلد الحرام ويريد ينوي فعل معصية في مكانه الذي هو فيه، فإن فعلها فعليه عقوبة ذلك الفعل، إن لم يفعلها كتبت له تلك الإرادة حسنة حيث لم يفعلها. الثاني إن أراد أن يفعل ذلك وهو خارج مكة لكن أراد أن يفعلها في مكة ثم ما تمكن من الدخول في الحرم فلم يفعلها، كتبت عليه معصية. والثالث هو في داخل الحرم وأراد أن يفعل ذلك في الحرم أو في خارجه، لكن لأن الإرادة حصلت منه وهو في الحرم فتكتب عليه معصية. ده المفارقة عظيمة، مفارقة عظيمة. ذلك يقول ابن مسعود: من هم أن يعصي الله بمكة كتبت عليه معصية ولو كان بعدن أبين، لو هو بعدن وهم أنه لو أتى مكة لفعل معصية كتبت عليه معصية حتى يتوب. تعظيماً لحرمة المكان ولقدسيته. فالله جل جلاله في هذه الآية لكي يبين جرم ما فعل هؤلاء فيقول لهذا المكان من الحرمة التي تختص به غير سائر بلاد الدنيا، أن من أراد فيه فعل المعصية تكتب عليه معصية ويعاقب عليها بالعذاب الأليم، ونذقه من عذاب أليم، هذا بمجرد الإرادة، فكيف بمن فعل؟ كيف بمن فعل؟ فلذلك الأمر فيه عظيم،
والخطيئة فيه لها ذلك. اتفق العلماء على أن الذنب في مكة ليس كالذنب في غيرها، فهو مغلظ وأثقل في الميزان. ذلك كان يتهيب السلف الصالح رضوان الله عليهم من عمل الخطيئة من يرد فيه بإلحاد. الشرك يدخل في الإلحاد، الكبائر تدخل في الإلحاد، بل إن من العلماء كما ورد عن ابن عمر أن احتكار الطعام من الإلحاد في الحرم، وظلم الخادم من الإلحاد في الحرم، بل إن منهم من قال إن قولك كلا والله وبلا والله كثرة اليمين والكذب في ذلك من الإلحاد في الحرم، ومنهم من قال كل ميل عن طريق الله فهو من الإلحاد في الحرم. فإذا كان مجرد الإرادة نذقه من عذاب أليم من يرد، وما قال من فعل، من يرد. فابتدأت الآيات إذن بإخبار واقع أولئك الناس، ثم بدأت تبين جرم ذلك الفعل في هذا المكان، فربطته أول شيء بماذا؟ بالحكم الأزلي المرتبط بهذا المكان، وأن هذا المكان للعبادة، لعبادة الله وأداء المناسك، وأنه سواء العاكف فيه والباد. ثم أن من بلغ هذا المكان سكنا أو وفد إليه أن يحذر وينتبه. أنت أدخلت مكان فرصة عظيمة، فمن قلنا يعني الصلاة، أنت في مكان أداء الفرض الواحد يعدل في الأجر ما يزيد على صلاة الإنسان في خارج هذا البلد بأكثر من 54 سنة، عمر كامل للإنسان، وأجور مضاعفة. من يكرم إلى هذا المغنم العظيم ثم يفرط فيه، والله جريمة. فكيف بمن يترك ذلك ثم يريد أن يعصي الله في هذا المكان؟ فأي قسوة لقلب هذا الإنسان. لذلك جاء التهديد بهذه العقوبة الشنيعة العظيمة، فاختص المكان بأنه بمجرد الإرادة فإنه مهدد بالعذاب الأليم من الله عز وجل. من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن هذا أصل واقع كان فاحذروا، ثم إدراك لأصل الحكم الأزلي، ثم أدب للتعامل مع هذا المكان يبتدئ من إرادة الفعل قبل الفعل، فاحذر أن تكون منك الإرادة لفعل المعصية وانتهاك حرمة الحرم، وانتهاك حرمة الحرم، فإن ذلك عظيم وخطره على الإنسان جليل، والإنسان يكون غيور على حرمات الله عز وجل. فيريد الله أن يكون هذا المكان مظهره العبادة والطاعة، ومظهر حرم الله عز وجل ذلك. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن وضع هذه الصورة لهذا المكان المحرم المعظم الذي أساسه هذا البيت، ثم ما حوله من المسجد، ثم ما حوله من الحرم، بعد ذلك ينتقل الأمر ليحدثنا، تحدثنا آيات القرآن
عن بداية تاريخ هذا البيت إلى أن تدخلنا الآيات في المناسك وفي ثنايا ذلك، كيف في مقابل هذا التحذير نجد بعد ذلك يكون أيضا الاستيعاب أعظم؟ لماذا التحذير؟ لأن في هذا المكان مغانم عظيمة، فالذي يكرم ويبلغ وتنفتح له هذه الآفاق ثم يفرط فيها ثم ينتقل ويجد لنفسه أن نفسه تقبل أن تتخلى عن تلك المغانم ثم تريد أن تفعل تلك المثالب، فهذا إنسان يستحق أن يعاقب أشد العقاب وأن ينزل به أشد الألم. فابتدأت الآيات بعد ذلك بذكر هذا التاريخ، والتاريخ يربط بالإنسان لأن التاريخ إنسان ومكان، وأي إنسان المقدم على البشر في التاريخ قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الخليل إبراهيم. الشخصية الفارقة في تاريخ البشرية خليل الله إبراهيم، خليل الله إبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، من قرأ القرآن أدرك أن الله عز وجل يريد أن يجعل إبراهيم مشهورا في العالمين، نبي ذكرت له عشرات الصفات في كتاب ربنا عز وجل بالعشرات، ونمر على بعضها. خليل الله إبراهيم، هذا الإمام الذي اختاره الله عز وجل ليكون إمام للعالمين، ذكر في 25 سورة من سور القرآن، ذكر اسمه 69 مرة في القرآن العظيم، خليل الله إبراهيم. وذكرت له من الصفات العظيمة، ولن تجد من تلك الصفات التي قد وصف بها الخليل إبراهيم إلا وهي مطلب لعباد الله المؤمنين، نجد ذلك في القرآن. فالإسلام والإيمان والإحسان والإخبات والصلاح والرشد كلها من صفات الخليل إبراهيم عليه السلام، والله أخبر عن ذلك في كتابه الكريم. فإبراهيم عليه السلام تكرر ذكره في القرآن، ومورده ومورد ذكره من تأمل في كتاب الله فإنه يجد أنه يذكر على أنه النموذج في القدوة للبشرية. أليس الله عز وجل قد أمر الأنبياء والناس باتباع ملته؟ حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، أمر بذلك. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وكذلك الناس أمروا باتباع ملة إبراهيم، بل سفه الله جل جلاله كل من لم يتبع ملة إبراهيم عليه السلام. فالله رفع من مكانة الخليل إبراهيم عليه السلام، ونجد ذلك في آيات القرآن. فالآية هنا تربط ربطا واضحا بين الخليل إبراهيم وبين البيت الحرام.
فالخليل إبراهيم دعا دعوات، والخليل إبراهيم جاء بأهله يوم أن لم يكن أحد عند هذا البيت لهدف واضح، وهو الصلاة عند البيت والعبادة. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، لمقصود العبادة. لذلك الأصل في سكن هذا البلد بناء على هذه الآية، كما قال عدد من المفسرين أن الأصل في سكن البلد الحرام مكة شرفها الله يكون الأصل فيه السكن للعبادة، فلا تسكن إلا لأجل هذه النية أن يعبد الله. وهذا الخليل أول من سكن جعل ذلك لأهله غاية ومقصدا لأداء العبادة الصلاة عند هذا البيت. فنجد في كتاب الله من صفات إبراهيم عليه السلام الشيء الكثير، فمنها الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، سلامة القلب، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، ومن ذلك الحلم والتأوه والإنابة، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ومن ذلك الحنيفية والإسلام والإيمان والإحسان، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إذن هذه من صفات خليل الله إبراهيم. أيضا في القرآن الصديقية والنبوة، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، ومن ذلك الإمامة والابتلاء والإتمام، أتم كل ما كلف به، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، وإبراهيم الذي وفى. فإذن صفات عظيمة، أمة قانت، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وأيضا من صفاته أنه شاكر، شاكرا لأنعمي اجتباه مجتبى عند الله عز وجل. فإذا كل هذه من صفات إبراهيم: الهداية للصراط المستقيم، الثناء عليه في الدنيا فأبقى الله له ذكرا على ألسن الناس، الذكر الحسن. فهذا خليل الله إبراهيم ذكر في كتاب ربنا بهذه الصفات. لذلك ويخبر هذه الأمة بذلك كله لتعلم ارتباطها بالخليل، حيث أنه هو من رفع قواعد البيت الذي هو قبلة المسلمين. بل إن هذه الأمة كانت دعوة على لسان إبراهيم خرجت منه وهو يرفع قواعد هذا البيت. هذا الارتباط بالخليل إبراهيم، أليس ينبغي أن يكون الحب لهذا الخليل والانتماء لملته والغيرة عليه؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقيل له أدخل إلى البيت الكعبة، وعلم أن في داخل البيت قد وضعوا صورة لإمام الحنيفية صوروه وهو يستقسم بالأزلام بالشرك، فقال عليه الصلاة والسلام رافضا، وأمر حتى تخرج تلك الصورة، ثم عندما أخرجت قال: قاتلهم الله، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. ما كان الخليل إلا حنيفا مؤمنا مسلما،
وقد صوروه بتلك الصورة، فغار عليه الصلاة والسلام لأبيه الخليل إبراهيم عليه السلام. فالآية هنا في سورة الحج تبتدئ في هذا الذكر للبيت بهذا الارتباط. نكمل في درسنا القادم إن شاء الله.